ونوعيهم ونحصنهم ضد الفكر ده. ايوه لا عبد الفتاح، عبد الفتاح في دين بيعمل كده. انت فاكرنهم بس المسلمين اللي ممكن يعملوا عمل ارهابي؟ هو ليش كده عبد الفتاح اصلا ما يعرفش حاجه؟ انت فاكر بس ان المسلمين او المتطرفين اللي انت مسميهم متطرفين مسلمين هم بس اللي بيعملوا كده؟ داعش والقاعده؟ تعال اقول لك ارقام هاخدك عبد الفتاح، بس مش هاخدك الاول، خلينا نتكلم. هو مش نيوزيلندا مجزره نيوزيلندا ده مش شاب مسيحي؟ ما دخلش على مصلين مصلين وصورهم وبيقتلهم؟ ده متطرف مسيحي يا فتح. حادثة أول امبارح ده واحد عنصري مسيحي برضه. حادثة تكساس نفس القصة. سيبك بقى من كل ده يا فتح بقى، تعالى أصدمك دلوقتي لأنك أنت جاهل. أهي 20 قطيع على الأقل اسمها تكساس الأمريكية والشرطة جريمة كراهية. هل في دين بيقام كده؟ ده مسيحي. وحادثة نيوزيلندا اللي كل العالم اتفرج عليها. في دين، في متطرفين بيعملوا كده في المسيحيين وفي اليهود وفي الاسلام وفي البوذيه. الجريمه اللي بتحصل في الصين يا عبد الفتاح ضد الرهينجا بيعملوها البوذيين. ومش 30 و40 مش ب 80 واحد، ده عشرات الالاف البوذيين في الصين بيعملوا الرهينجا يا عبد الفتاح، دي بوذيه. اما عن المسيحيه فديك شايف اهو وبتاع نيوزيلندا مسيحي. أصدمك بقى، أول امبارح كانت الذكرى المئوية تقريبا أو الذكرى قنبلة هيروشيما. أول امبارح يمكن أو امبارح ذكرى قنبلة هيروشيما. الجماعة بتوع هيروشيما عبد الفتاح اليابانيين الغلابة دول صحوا من النوم في يوم لقوا الأيام قامت. قنبلة، قال الرئيس الأمريكي ترومان وقتها تقريبا ترومان، قال ان وزنها او يعني حجم اضرارها اكتر من حجم يعني 1000 مره قد القنبله. 1000 مره. عارف كم واحد مات فيها عبد الفتاح الكاهلي؟ عارف كم شخص ماتوا في هيروشيما بعدها بكم يوم عملوا ذكي؟ عارف كم واحد ماتوا؟ ملايين ملايين ماتت في قنبله، ملايين، مش 80 شخص، ملايين. امريكا عملت مجزره. فانت ما تحسش ان المصريين ان الاسلام هو اللي فيه مشكله. لا يا معلم، المسيحيه نفس القصه، اليهوديه نفس القصه، البوذيه نفس القصه. القصه مش في دين ابدا ابدا، لا المسيحيه ديانه كراهيه ولا اليهوديه ديانه كراهيه ولا الاسلام ديانه كراهيه، لكن هو الناس بتعتقد في حاجات بتعمل جرائم ارهابيه. بيعملها المسيحي، بيعملها المسلم، بيعملها البوذي. فانت ما تحسسش الناس، تقول لك اطلع بره شوف العالم. لا، الناس لو شافت العالم بره هتف عليك، لان مفيش حد في الدنيا، مفيش حد في الدنيا بيحكم بلد بطريقتك دي. اهو الرهبان البوذيين هم بيهاجموا الروهينجا، ده في البي بي سي. دي ديانه كلها، بص، بيهاجموا المسلمين اهو. لماذا يهاجم الرهبان البوذيين المسلمين؟ قال لا، بص، قال ما دمروهم، دمروهم بمنتهى العنف. وايه قصدين المسلمين بس يا عبد الفتاح؟ بس. فارجوك يا فتاح حل عن دماغي بقى واقرا وتابع، وما تحسسنيش ان الاسلام هو اللي فيه مشكله او المسلمين هو اللي فيه مشكله. مش بس الاديان يا عبد الفتاح، ده حتى في الكوره في مجازر حصلت. ده في انجلترا مشجعين فريق استنوا مشجعين فريق تاني بالعربيات بتاعتهم وعملوا مجزره معاهم. عادي جدا، عادي زي الحلاوه. زي الحلاوه الفتاح. سيبك بقى من قصه هل في دين والقصه اللي انت بتطلع تقولها للمصريين دي. على كل حال